عليكم. أنا البدل هو تابع لفكر البيان المبدل من واتباعه في مع الإعراب رفعا ونصبا وجرا، ولدي ثلاثة أبناء. أكبره بدل المطابق هو ما كان البدل فيه هو المبدل منه نفسه، مثال الرسول محمد قدوتنا، أي أن الرسول هو محمد نفس الشخص، فإذا حدث من الرسول سيكون محمد بدلا عنه. وابني الثاني هو بدل بعض المكان، هو ما كان البدل فيه جزء منه البدل منه. حطمت الطائرة جناحها، الطائرة جزار نفسها. ولدي ابني الثالث والأخير وهو أصغره بدل الاشتمال، وهو ما كان البدل فيه من متعلقات البدل منه، مثل أعجبني الزرع منظره فننظره صفة من صفات الزرع.